هاشم هاشم علي عبد اللطيف في التحرك was nothing, now it's gold and it's all on you.
هاشم عبد اللطيف صاحب الخمس اهداف وصاحب التواجد الرائع جدا في هذه البطوله ينفذ الركله الاولى اللي راح تكون لمصلحه المنتخب القطري. هاشم عبد اللطيف اللاعب مع هاشم عبد اللطيف الهداف. هاشم عبد اللطيف يسجل والكره في المرمى. اول الاهداف هاشم لديه ثقه حقيقه اللاعب وبالتالي يسجل الهدف الاول هنا في هذا اللقاء. الكويت عد التنفيذ في